ينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الأستاذ صلاح الجناعي. بداية بعيسى، ما هي الشائعات التي روجها البعض لكي يرد الاتحاد بهذا البيان؟ مساك الله بالخير أخو أحمد، وأمسي عليك وعلى جميع المشاهدين، وأحب أتقدم إليكم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة. أخو أحمد، هذا البيان أتى بعد عديد من الاتهامات تلقاها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومنتسبيه من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر أيضا الصحف والجرائد اليومية. هناك الكثير من الاتهامات اللي طالت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الأيام الفائتة بما يخص خليجي 23 وبعض عقود والاتفاقيات الخاصة في الحقوق التجارية والنقل التلفزيوني. أنا أعتقد أن احنا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم نحن مؤمنين في دور الإعلام البناء، مؤمنين أيضا في أن يكون هناك نقد، لكن يكون هناك نقد من دون تجريح ومن دون المساس في قيمة الأشخاص ومن دون المساس في أو التجريح في الأشخاص. هذا أمر يرفض الاتحاد الكويتي لكرة القدم. كانت اتهامات مباشرة بالذمم المالية، يعني ما هو إجراء الاتحاد تجاه مروجي هذه الشائعات؟ تم تكليف الإدارة القانونية في اتخاذ يعني أقصى الإجراءات القانونية اللي ممكن أن يأخذها الاتحاد، وبإذن الله في محامي الاتحاد قاعد يبحث حاليا في الإجراءات، وراح يكون أيضا هناك رد قانوني من الاتحاد. احنا نرد، اقول لك اخوي احمد، احنا مو ضد النقد، لكن احنا ضد التجريح والمساس في الذمم. وايضا من يدعي انه يملك معلومات او من يدعي بان عنده سبق صحفي، كان الاولى ان يتقدم بمستنداته هذه الى الجهات القانونيه. اذا كان عنده حرص على المال العام، فانا اقول اروح توكل على الله في النيابه العامه، في نزاهه ممكن من خلالها ان تحافظ على المال العام، لكن مو بالتجريح وترويج الاشاعات. نعم، بادرت يعني اشادت بها الانديه في اسقاط الاتحاد للديون المتراكمه على الانديه في الفتره السابقه، خاصه ان المبادره هذه يعني تلقت ايجابيه واسعه من الانديه في هذه الظروف. كم تبلغ قيمه الديون ومن المستفيد منها؟ للأمانة الإخوان في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي خلال الفترة الماضية كانوا يبحثون عن كيفية المساهمة مع الأندية الرياضية التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم. وجدنا الحل الأمثل بإسقاط ديون المتراكمة على الأندية للاتحاد. طبعا الكل مستفيد، احنا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بعض المعاملات المالية تتم دائما يتم الدفع فيها بالأجل، فعلى ذلك الآن الأخوان في الإدارة واللجنة المالية جالسين يحصرون هذه الديون، وبإذن الله في القادم من الأيام راح يكون في أيضا توضيح كامل بشأن هذه الديون. طيب، ما هو رد الاتحاد على الكتاب المرسل من قبل نادي القادسية بمطالباته المادية السابقة؟ بالعكس، أي واحد عنده مطالبات مالية خل يتقدم ولا حق أنه يطالب فيها، وإحنا كذلك عندنا الإدارة المالية تلقت الكتاب، وحاليا بسبب الظروف الصحية للأمانة إحنا شوي العمل في الاتحاد ما قاعد نعمل بصورة كاملة وبشكل كامل، إحنا ملتزمين بقرارات مجلس الوزراء، فعلى ذلك بالعكس مطالباتهم جيدة، وأي نادي لا مطالبات لا حق أن يتقدم فيها. لكن حب أوضح نقطة أخوي أحمد سريعا لو سمحت. إحنا حريصين بأن الكل يأخذ استحقاقاته إذا كان له استحقاقات، فهذا الأمر لازم يكون واضح للجميع. جميل. في ظل إصابة عدد من الرياضيين بفيروس كورونا شفاهم الله جميعا طبعا، هل لا يزال الاتحاد مصرا على إقامة المسابقات في منتصف شهر أغسطس؟ أحب أستغل هذه النقطة. أول شيء قد تقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة الثلاثية على رأسها أخوي سعادة الدكتور مدير عام الهيئة حمود فليطش، وأخوي
حسين المسلم وصقر الملا وايضا الدكتور فهد المبملاس من وزاره الصحه على جهودهم خلال الفتره الماضيه. نعم احنا كاتحاد كويتي لكره القدم قرر مجلس الاداره استكمال الموسم ما تبقى من الموسم ومن المسابقات. في لنا ان شاء الله اجتماعات قادمه راح يتم حسم بعض الامور الاخرى. في توصيات قاعد تجي من بعض اللجان بما يخص المراحل السنيه ودوري الصالات ايضا راح يتم البث فيها في القادم، لكن بما يخص الدوري العام وبطوله كاس سمو الامير نعم نحن الاتحاد قرر استكمالهم. والاصابات هذه اخوي احمد عسى الله ان شاء الله يشافيهم ويعافيهم. آمين. هذا امر طبيعي في ظل هذه الجائحه وهذا الوباء وقاعد نشاهد تصاعد في الارقام. احنا نسال الله العظيم ان شاء الله ان يشافيهم وباذن الله راح نطبق جميع التعليمات الصادره من قبل اللجنه الثلاثيه والسلطات الصحيه. في النهايه نقول اللهم امين الامين العام للاتحاد الكويتي لكره القدم الاستاذ صلاح الجناعي، شكرا جزيلا لك.